لا ربعه ربع ساعة ما كان لو كنت قصتي معكم خلاد قاسم رئيس نادي اتحاد جنوب بيل كرة القدم. الأجواء ديال المقابلة اليوم كما كتعرفوا أجواء زوينة الحمد لله، اللعبة في المستوى اليوم انتصار 3-1 واللعبة اليوم الأول ثاني حصة اليوم مع اتحاد مع أولمبيك الشماعية أولمبيك حمر. الحمد لله كما كتشوفوا اللعبة كاين في المستوى، جمهور ديال جماعة جنوب بيل حاضر، اللعبة حاضرين باش ان شاء الله باش في العصبة في هذا الشهر ديال شهر واحد قريب ان شاء الله باش يكون في اعلى استعداد ان شاء الله مع الفرق ديال عصبة عبد الدكوان. الحكم قول 41 وانو دا تسعود وايا هشام بزاوي مدرب نادي اتحاد جنان بي لكرة القدم. هذا العام بحكم اننا غنشاركوا في العصبة الاقليمية ديال كرة القدم، حنا في الطور التهيئ ديال واحد الفريق اللي هو شاب اللي غنحاولوا نشاركوا به ان شاء الله. هذا العام من تطوع ديال الاخوان ديال المكتب ولا الشباب الغيور على هذه الفرقه هذه اللي تنتمي لهذا المنطقه. كما كنت تشوف هذه المباراه الثانيه اللي خضيناها هنايا كاعداديه، باقي لنا ثلاثه مباريات واحده اخرى قبل الانطلاق. مباراه اللي ما تنطلبوا منها والو من اللاعبين، فقط الوقوف على الامكانيات والمهارات ديال كل لاعب باش توضح لنا واحد الصوره باش نكونوا واحد الفكره اجماليه على الفريق وعلى المهارات ديال اللعاب. وان شاء الله تنقولوا نهار 21 غنكونوا مستعدين ان شاء الله للبطوله ولما لا الصعود للعصبه الجهويه ان شاء الله. مباراه عرفات واحد النديه قويه ونشاهدوا ان خصم بقي الله بادي اللي هو فريق 2 جنان بي، يعني لعبنا مع فرقه اللي تبارك الله حتى السن والعامل السن لعب دور ديالو في هذه المباراه. احنا لعبنا غير بالفئات ديال الفتيان والشبان، المباراه عرفت واحد النديه بين الفريقين، برافو عليهم، كنتمنى لهم التوفيق من هذا المنبر. وحنا راه باقي خصنا الخدمه وباقي خصنا ان شاء الله غاديين على البروجي ديالنا ان شاء الله من المستقبل، وكنتمنى التوفيق للجميع اصلا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.